بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 96. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم ضمن برنامج الفقه الإسلامي، ونتناول في هذه الحلقة بابا مهما من أبواب الفقه يتعلق بالأموال وحفظها، ألا وهو باب الحجر. إن الإسلام كما هو معروف للجميع جاء بحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، ولذلك شرع الحجر على من يستحقه حفاظاً على أموال الناس وحقوقهم. والحجر لغة المنع، ومنه سمي الحرام حجراً لأنه ممنوع منه. قال الله تعالى: ويقولون حجراً محجوراً، أي حراماً محرماً. وسمي أيضاً العقل حجراً لأنه يمنع صاحبه مما لا ينبغي. قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته. ومعنى الحجر في الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله، ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. دلت الآيتان الكريمتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه، وأنه لا يدفع إليه ماله إلا بعد تحقق رشده بعد البلوغ. قد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون، فهذا دليل من السنة أيضا على مشروعية الحجر. والحجر نوعان: النوع الأول حجر على الإنسان لأجل مصلحته لئلا يضيع ماله ويفسده، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون، بدليل قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى المراد الأولاد والنساء، فلا يعطيهم ماله تبذيرا، وقيل المراد السفهاء والصغار والمجانين لا يعطون أموالهم لئلا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها فكأنها أموالهم. والنوع الثاني من الحجر حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، كالحجر على المفلس لحظ الغرماء، والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة. والمراد هنا الحجر على المفلس، والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب به، بل يجب إنظاره وإمهاله، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر. وأفضل من الإنظار إبراء المعسر، لقوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم، أي خير لكم من إنظاره. أما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم، لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس. فإن امتنع من تسديد ديونه مع قدرته على ذلك فإنه يسجن ويعزر
حتى يسددها. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس. نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال: ولا أعلم فيه نزاعا. انتهى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال وكيع: عرضه شكواه وعقوبته حبسه. فالمماطل بقضاء ما عليه من الحقوق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير، ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه. فإن أصر على المماطلة وصبر على التعزير فإن الحاكم حينئذ يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أيها المستمعون الكرام، مما مر يتضح أن المدين له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الدين مؤجلاً عليه، فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل ولا يلزمه أداؤه قبل حلول أجله. وإذا كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك ولا يمنع من التصرف في ماله. الحالة الثانية أن يكون الدين حالاً، فللمدين حينئذ حالتان: الحالة الأولى أن يكون ماله أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائنه، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي دينه. فإن صبر على الحبس والتعزير وامتنع من تسديد الدين فإن الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله ويبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك. الحالة الثانية أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله إذا طالب غرماؤه بذلك لئلا يضر بهم، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وقال ابن الصلاح إنه حديث ثابت. وإذا حجر عليه في هذه الحالة فإنه يعلن عنه ويظهر للناس أنه محجور عليه لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه فتضيع أمواله. ويتعلق بالحجر على المفلس أحكام أربعة سنبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة. فإلى اللقاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.